النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، صيام مقبول لكم جميعا. كما شاهدنا المملكة تأثرت اليوم بمنخفض جوي خماسيني، هناك كان عاصفة رملية بدأت تأثيرها اعتبارا من ساعات العصر، خرجت من داخل الأراضي المصرية واتجهت باتجاه المملكة، ومع ساعات الإفطار والغروب كان هناك جو وعاصفة رملية تؤثر بشكل كثيف على مناطق واسعة من المملكة، مع تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع لافت في نسبة الغبار في الأجواء. نود أن نشير لكم عبر سوق الأقمار الصناعية إلى هذه العاصفة الرملية التي بدأت من خلال سوق الأقمار الصناعية تشكلت إلى المناطق الشرقية من الأراضي المصرية وشبه جزيرة سيناء، واتجهت باتجاه معظم مناطق الأراضي الفلسطينية والأردن، وهي كانت وسببت بحدوث انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية. كما عبرت بعض الصحب الركامية الرعدية الممطرة سقطت بعض الزخات المحلية من الأمطار اليوم ظهرا بسبب نفس هذا المنخفض الجو الخماسيني. فيما إذا أخذنا نظرة أقرب إلى صور أقمار اصطناعية أكثر دقة، تشير إلى هذه الموجة الغبارية التي انطلقت من داخل الأراضي المصرية ثم عبرت المملكة. هذه الموجة الغبارية الكثيفة غطت معظم مناطق فلسطين والأردن، وبسبب تأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني. الأمر الجيد أنه المنخفض الجوي الخماسيني يقع خلفه كتلة هوائية باردة، من المتوقع إذن هذا اليوم درجات الحرارة كانت مرتفعة للغاية، ولكن خلف هذا المنخفض الجوي الخماسيني كتلة هوائية باردة تندفع باتجاه المملكة. ستعمل هذه الكتلة الهوائية الباردة على عدة أمور، أولهما هو حدوث تغير كبير في درجات الحرارة وانقلاب حراري، تنخفض درجات الحرارة وتعود وكأنها في فصل الشتاء. الأمر الآخر يتوقع أن تؤدي هذه الكتلة الهوائية الباردة إلى ازدياد فرص هطول الأمطار، والأمر الآخر هو انقشاع تدريجي للغبار باتجاه المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. ويستمر تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة يومي السبت والأحد بمشيئة الله تعالى كما تلاحظون، وتبقى متوضعة فوق المنطقة، لذا تسود درجات حرارة أبرد مما كانت عليه بكثير خلال الأسابيع والأيام الماضية. توقعات الهطولات المطرية اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف الليل تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار فوق الأراضي الفلسطينية، تدخل هذه الأمطار باتجاه ملكة مع ساعات صباح يوم غد، لذا يتوقع أن تسقط زخات بمشيئة الله تعالى من الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وربما بعض الأجزاء الجنوبية. هذه السمة الأساسية متوقعة للأجواء خلال ساعات صباح وظهيرة يوم غد السبت، وهو اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك. خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تضعف فرص الهطول، ربما تبقى هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار. إجمالا غدا الأمطار ربما أيضا تكون رعدية وتصحب بحدوث الرعد، ولكن مع ساعات العصر والمساء تتراجع فرصة الهطول وتتركز أكثر شيء في المناطق الشمالية، وتبقى الفرصة متاحة حتى نهار يوم الأحد للمزيد من الزخات المطرية في المناطق الشمالية من المملكة على وجه الخصوص. نستعرض سوية الأحوال الجوية المتوقعة خلال ساعات هذه الليلة وسيما مع ساعات السحور والفجر. إذن الأجواء تبقى هذه الليلة مغبرة، هناك نشاط كبير في سرعة الرياح، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض المتسارع مع ساعات الليلة المتأخرة، وتبقى الأجواء مغبرة ولكن تصبح درجات الحرارة أبرد بكثير مما كانت عليه في ساعات النهار، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الفجر لهطول زخات محلية من الأمطار خاصة في المناطق الشمالية والوسطى. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 11 درجة مئوية. طبعا فكرة أن يكون هناك سحور في شرفات المنزل أو في الخارج هي فكرة غير محبذة وسيئة بسبب الأحوال الجوية السائدة. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة في وقت الإفطار يوم غد، يتوقع أن يكون هناك احتمال لبعض كما ذكرنا الزخات من الأمطار مع ساعات المساء، ولكن هناك رياح نشطة وأجواء باردة، درجة الحرارة في حدها الأعلى 15، ولكن تكون في بعض أحياء العاصمة عمان حوالي تقريبا 10 درجات مئوية والطقس بارد. وأيضا فكرة أن يكون لدينا إفطار غدا في الخارج أو في شرفات المنزل هي فكرة غير محبذة
بسبب الأجواء الباردة المتوقعة في المملكة. هناك انقلاب حراري كبير على الأجواء، أجواء أقرب منها إلى الشتوية من إلى الربيعية. دعونا نستعرض الآن الأجواء ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات المملكة. نبدأها من المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى، في إربد من 18 إلى 11 درجة مئوية، في جرش من 17 إلى 10، في عجلون من 15 إلى 9، وفي المفرق من 18 إلى 10 درجات مئوية مع أجواء غائمة وفرصة لهطول الأمطار ورياح نشطة. في العاصمة عمان 15 إلى 8 درجات، في السلط من 19 إلى 10، في مادبة من 17 إلى 9، في البحر الميت من 25 إلى 16، وفي الزرقاء من 18 إلى 11 درجة مئوية، وتكون الفرصة مهيئة في هذه المناطق أن تشهد زخات من الأمطار سيما مع ساعات الظهيرة والصباح. في المناطق الجنوبية في الكرك من 14 إلى 8 مع فرصة لبعض الزخات من الأمطار في ساعات الصباح، في الطفيلة من 16 إلى 8، في الشراء من 16 إلى 7، كذلك الأمر هو في الطفيلة والشراء هناك فرصة لبعض الزخات من الأمطار. أجواء عاصفة ومغبرة في معان 18 إلى 10، كذلك سائر مناطق البادية الجنوبية هناك رياح شديدة وغبار متوقع. في العقبة من 25 إلى 16 مع أجواء غائمة جزئياً وهي بعيدة كل البعد عن التأثيرات للكتلة الهوائية الباردة، بعكس ما كانت عليه الأجواء اليوم مغبرة مع رياح قوية. الانتقال إلى المناطق الشرقية من المملكة، في أرويشد والصفاوي والأزرق غدا الأجواء ستكون عاصفة مغبرة رياح قوية تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، وتكون درجة حرارة في أرويشد من 24 إلى 9 درجات، وفي الصفاوي من 21 إلى 9 درجات، وفي الأزرق من 22 إلى 12 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم السبت هناك كما ذكرنا أمطار متوقعة من 15 إلى 8 ليلا مع أجواء غائمة جزئيا، ولكن في ساعات الليل الطقس سيكون بارد. يوم الأحد 18 إلى 9 مع أجواء باردة نسبيا إلى مائلة للبرودة وغائمة جزئيا، ويوم الاثنين تكون هناك مرة أخرى فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار ودرجة الحرارة العظمى 17، لكن ترتفع الصورة إلى 12 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. هناك فقط تنبيه بشأن الأحوال الجوية هذه الليلة من ضرورة إغلاق النوافذ وعدم التعرض للهواء الخارجي بسبب ارتفاع نسبة الغبار وكثافته في الأجواء. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.